لما بنلاقي الحواجب دي فيها شعر واقف من هنا، فنلاقي ان الشخص ده اصلا عنده افتقاد للدعم من المحيط بتاعه. يعني ايه؟ يعني عندها فقدان دعم من الاب والام طب هل الكلام ده حقيقي؟ ما تيجي نربط في الوش، هل الاهل ظالمينها ولا ايه ولا الكلام ده، ولا هي مثلا حاسه بفقدان دعم منهم كده وخلاص؟ احنا هنلاقي عندنا اصلا في حاجه هنا صغيره هي طالعه زي هامه الارمله. طيب هامه الارمله اصلا الشخص ده مش بيسمع الكلام، يعني ايه؟ يعني متمرد. لذلك لما نتجوز واحده عندها الملامح دي عايزه تشتكي برضو، لان هنا الحاجب مرفوع من النص فتقدر تشتكي، فان هي هتوصل بقى مشاعر سلبيه وحاجات من دي للشخص ان هو يزهق منها وينفعل عليها، فهي برضو كده هتحس ان هي برضو عندها فقدان مشاعر، فتبدأ ان هي اصلا مش بتتقبل النصايح ولا الدعم من حد. تمام؟ يعني الشخص ده لا يتقبل النصايح او الدعم من حد، لكن هو دايما عايز يشتكي ان هو عنده نقص من الدعم المحيط.